وواح كبدن طبعاً شير واحد عاي أفرت سنة وهذا تكتي قيمت وجود بس واحد هاي تدوقه في شعبه بيرليا وأنت بدن أي قينين إذا ماذا عم يصوم وأي بيرليدو وكرت نجيت كبحي بيرت يكوت على نجيت كمان تجا ميوش وتجاني عجوا نجيت كمان مرك قف قصو نجيت كمان راهي هو يغنى عجوا قرن إنه يغنى تذكر وقبتين ودلين قف كستا ماشي لوجود دلي ودي جيسي يرساستي أثقل كل هذا أي تعليرات كودي بان تجني وصوت من وعوها إن فيديو وهان صور هذه ليح كم إذا انتقى هذا أنا واحد كورس عارين مين ميل كوجت ويكون غرحيان هيلب كودي لجماعة أرق بقول كي سجاش عن وين رمتي نبان كان سيقول سيقول ولا كعيو دلي عندك كان سيقول كعيو غرحيان تركا شنجر أيان كلنا إن شاء الله أوجد بيسي أيوة مدحوين هودي أو هادلي أو قرتي أي متى قام وحيلين أن جو مقر كرنا ورقة لأن واحد برتين إن أنت يدوب بعيان إسكت عن دتك إسكت دلان أرنت أنا ويكو عصبتها أن جنا رنتي واحد نهار أي ملها دولة الصومالية واحد كعد سنة هنا إن أي أرن كان فرق جلسو أو إن من كان واحد عدين متى قام أي نص ميان وأنا من ندوليستي هذه هذا نقول جرعوني وحلاط القادم كرماها واحد أمير كبن آدم كقادم كرماها تد كان معنا بالله يا اللي باتينا يو أنا جا أمس إن الله يسن حق ومالها ما ندونه إنه أنا جا سومالي وده كان الجوجنو إنه إن الله يس هرت تاس غلط واي سومالي أي مالك استو جوجتين وأنا كي استكتين أنا جا نبيه قل ده كان إن الله يو سيد الله لا يدري حما أي هذي دري حما ما أنا كستو مدل قادم كرنه وحالنا هاي dad ka maalin walba sida gardarada lagu leenaayo Soomaaliyeed in dawladda dhexe ee federal government igu raisul wasaaraha iyo madaxweynuhu arintan inay wax ka soo galaan odayaasha hadda heerkan soo gaarsiiyay ee ilaa meeshan keenana waan uga mahad celinaynaa madaxweynihii Uganda ee Yoweri Museveni arintii hadii uu cadeeyay nin jooga xalane annaga arintayna ma diidi karyo mudaharaadkuna wuu jirayaa maydku banaanku noo olayaa mana ka taransulayno waxay barteen dad badan oo intay dilaan banaanka uga tagaan waxaan doonaynaa inay maarada sida ay u qaateen ay uga soo jawaabaan oo ay ka daayaan maaragtay maarada warwareega iyo maarada qoraalka ay diidan yihiin waxaan doonaynaa inay sameeyaan inay si cad u qaataan aan doonaynaa dadka dambe ay leenayaan ay leynta ka daayaan ay naga soo bedelaan ciidamada dhibaatooyinka geysanaya maalin kasta